بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور أحمد عيد العباد. يعني يمكن بهمني كمان موضوع جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص هو أحد دهاة العرب، طبعا دهاة العرب أربعة اللي هو معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبي. يعني اعتقد طبعا اكيد انه عمرو بن العاص ومعاويه من قريش، اما المغيره يعني ما لا اعلم، اما زياد بن ابي يعني قصه طويله ما بدناش نخوض في اعراض الناس. هذا هدف فلسطين، وامروا يسلك ما يلي: يسلك ساحل البحر الاحمر حتى العقبه، كانت تسمى انذاك ايله، فوادي القرى، يعني وادي القرى اللي هو في منطقة ثمود في شمال جزيرة العرب الآن، وادي القرى سمي كذلك لكثرة القرى فيه، لأنه كان منطقة آهلة وخصبة وقوية، وبقيت جزء من الأردن إلى العصر الحديث. فالبحر الميت وصول إلى بيت المقدس، وأعطاه أبو بكر توجيهات دينية وسياسية وعسكرية تعد نموذجا في التفكير لرجل الدولة. شو قالوا؟ قالوا: لا تسلك الطريق الذي سار عليه يزيد وشرحبيل بن حسنة. يعني هذولاك راحوا على منطقة الدورة أو منطقة السرخ، قال لا، أنت روح عن طريق إيليا، إيليا اللي هي أيلة اللي هي العقبة، حتى تصل إلى فلسطين. ابعث العيون ليأتوك بالأخبار عن أبي عبيدة لمساعدتي إذا كان يريد ذلك. وأودى قال له يكون معك قوة استطلاع استخبارية. هذه القوة استطلاع وظيفتها شغلتين: وظيفة الأولى أنها تستطلع الأمور قبل أن تتحرك، يعني دراسة ميدانية، شو وين نقاط ضعف القوة، هل هو في عدو ما في عدو، هل الحاضنة الاجتماعية مناسبة تقبلنا ما تقبلنا لهم عشائر الدنيا، وكل عشائر الدنيا وقفت معهم بصراحة. والثانية هو أنه أيضا يتواصل مع بقية جيوش الجيوش الثلاثة الأخرى مشان يشوف إذا حدا بده مساعدة، إذا بده كذا فيرسل إليه، يرسل إليه جزء من القوات التي عنده. يعني في شغلة مهمة جدا: عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجا على إيلة نزل على منطقة اسمها اللي هي إحنا الآن نسميها غرندل. في عندك غرندلين: غرندل اللي هو في جبال الطفيلة وهي إلى الشرق من بصيرة عاصمة الأدوميين، وغرندل التي هي في وادي عربة. والغرندل هو نوع من أنواع، يعني هي في ناس يقول لك هذه كلمة جنبية، لا مش كلمة، هي كلمة عربية، اسم نوع من أنواع النباتات العطرية الطبية الطيبة. يعني في شجر، في نبات اسمه غرندل ينبت في هذه المنطقة، وبذلك سمي نسبة إلى العشب الذي ينبت في منطقة غرندل. في غرندل صارت معركة بين فلول البيزنطيين وبين جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه، فسحقوهم، خذوهم على شفة على قاع، ما خضلوا بيهم، فالفلول من راحت وإلى آخره. فصارت عندك جنوب الأردن الآن خالية من القوة البيزنطية. مين انضم لهم في الدعم؟ عشائر منطقة الطفيلة الآدومية اللي هي كانوا يسموها جبال. هاي عندك الشراء من منطقة الشوبك وجنوب، من الشوبك وشمال اللي اسمها جبال عند الحسا، وبعدها مؤاب من وادي الحسا إلى وادي الموجب. فهذه جبال اللي هي منطقة الطفيلة الأدومية، هذه جبال كانت منطقة يعني فيها عشائر أردنية قوية جدا، منها بهراء ومنها قضاعة كمان ومنها بني كله يعني عشائر. وأنا حقيقة جيت بالتفصيل في كتابي المملكة الأردنية الآدومية. فضل كلهم ساند سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، وأعطوه معلومات عن فلول البيزنطيين، قالوا دقوهم، وفعلا دقهم وانتصر عليهم، وبذلك تطهر جنوب الأردن بضفتي الوادي عربة، وادي العربة اسمه وليس وادي عربة بالمناسبة سنأتي، وأصبحت جزء من الدولة الإسلامية. والحديث بقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.